الرحمن الرحيم، معك محمد الرزاق الشابي، كاتب العام لجمعيه سوق الجمله الخضار الفواكه مدينه الدار البيضاء. اليوم حنا كنعيشوا اجواء ديال سيدنا رمضان. الحمد لله، يعني السلع كاين واحد الوفره، وفره كبيره بزاف، يعني كيكون واحد النسبه ديال الدخول يعني كترتفع مقارنه مع الايام العاديه خارج شهر رمضان. وحتى العرض ديال السلع كيكون عرض كثير كيفوق الطلب. اللهم الا استنينا الاسبوع الاول اللي كتكون فيه كيكون فيه الطلب، كيكون فيه الطلب فايت العرض، كيكون واحد المشكل على مستوى الاثمنه، كيكون واحد الاختلال على مستوى ديال 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 السعر ديال جميع السلع بما فيها الخضار والفواكه. وكنا شرنا ليه في مجموعه من المنابر الاعلاميه. اليوم الحمد لله كنا اكدنا على انه راه من مورا واحد 7 ايام حتى 10 ايام على الاكثر من شهر رمضان الامور غترجع للمجاري ديالها والصيروره ديالها العاديه. وبالفعل هكاك وقع، يعني الا لاحظنا على انه الليمون في الايام الاولى ديال سيدنا رمضان يعني كان وصل حتى 90 ريال 100 ريال. اليوم في هذا النهار هذا اللي هو 10 في رمضان او 11 في رمضان، يعني راه مثلا الا خدينا نموذج ديال الليمون راه هبط 3 دراهم ولتحت. مثلا الا خدينا مثلا البقيه ديال الخضار يعني 4 رفط، واحد التراجع كبير على مستوى الاثمنه. وهذا الشيء يعني هذا الشيء راجع بالاساس يعني التوافد والتزود ديال السوق بواحد السلع بواحد الشكل كبير بزاف. اش نقول لك، الا كاين شي غلاء كاين مشكل كاين على برا. هادشي دابا حنا كجمعيه داخل السوق الجمله، هنا داخل سوق الجمله حنا هادشي دائما كناديو به، كناديو بالتفعيل ديال القسم الاقتصادي، كناديو بالتفعيل يعني ضروره اعاده النظر في قانون ديال تحرير الاسعار. كنطالبوا بانه خاص ضروري تخرج واحد اللجان ديال مراقبه الاسعار، لجان ديال مراقبه الجوده، لجان ديال يعني ضروري. الا ما كانش هذا الشيء هذا راه الانسان ما يكونش عنده واحد الوازع اللي غادي يردعو باش انه غادي يدير واحد الثمن اللي كيستحق هذيك السلعه. بالتالي الانسان راه كيدير واحد لامارش كبيره، واللي كيضرب في اخر المطاف راه هو المستهلك. يعني غادي نرجعوا دائما يعني ضروره تفعيل القسم الاقتصادي ونظام الحسبه ونظام التسعيره ونظام ديال المراقبه. هذا الشيء راه شيء ضروري وضروري بزاف، يعني باش انه داك حتى الاثمنه اللي كتكون على برا كتكون كتعكس الاثمنه الحقيقيه اللي كاينه داخل سوق الجمله. مثلا الا خدينا مثلا على سبيل المثال اليوم مثلا ماتش اللي كانت في 6 درهم على برا، راه كتكون هنا مثلا دايره 50 ريال، كتكون دايره 60 ريال، والفرق ديال 60 ريال ما بين الجمله وما بين التقسيط راه فرق كبير بزاف. واش غادي نقول لك، ما حنا في خضم جائحه ديال كورونا، يعني حنا تفرض علينا اننا نتعايشوا مع هذا الوضع هذا. حنا بطبيعه الحال حنا دائما يعني حنا كنوقفوا على ذاك الموقف ديال جنود الخفاء، يعني حنا مجبرين على اننا نتعايشوا مع هذا الوضع هذا ومع هذا المستجد هذا ديال هذا الوباء هذا. وخاصنا نزودوا السوق بالسلع، ما يعني خاصنا نلغيو الداس ديالنا، خاصنا بزاف الحوايج يعني حنا يعني قاصيناها. كانت مشاكل داخل السوق، يعني داكشي ديال التعقيم وبزاف الحوايج، ومع ذلك يعني تجشمنا جميع العناء ديال هذه المشاكل هذه كامله وحضرنا السلعه الحمد لله. وكان السوق ديال الدار البيضاء راه كان من اش نقول لك، من القنوات الوحيده ديال التصريف ديال السلع داخل المغرب كامل. الى بقينا كنتذكروا في 2020 راه كان تم التعليق ديال الاسواق الاسبوعيه، اسواق يعني الصغيره، وبزاف الاسواق اللي سدات، وبقى السوق ديال الجمله داخل ديال الدار البيضاء للخضر الفواكه راه بقى هو المتنفس الوحيد ديال جميع السلع، وهو المكان يعني المثالي لتصريف السلع ديال اللي كتجي من جميع مناطق المغرب. بالنسبه للعمل الخيري، يعني كسائر السنوات على غرار السنوات الفارطه، يعني كتكون دائما واحد العمل اجتماعي خيري كديرو جمعيه سوق جمعيه خضر الفواكه مدينه الدار البيضاء. هذا العمل هذا يعني كيهم قفه رمضان 2021 خاصه هذه السنه هذه.
هذه السنه هذا كاين الرقم ديالو قياس العدد قياسي يعني وصل 600 قفه. هذا رقم بالنسبه لنا حنا كنقولوا رقم كبير وكبير بزاف الحمد لله والشكر لله. المحتوى ديال القفه فيها واحد 13 14 نوع من انواع ديال المواد الغذائيه. بالنسبه للناس المستفيدين يعني بالدرجه الاولى النساء العاملات داخل المرفق، بالدرجه الثانيه عمال النظافه، بالدرجه الثالثه الناس اللي في وضعيه صعبه والناس المحتاجين ويعني والطبقه المعوزه اللي داخل سوق الجمله من الحماله ومن مهنيين. والحمد لله هاد البادره او المبادره يعني كتلقى واحد الصدى طيب لدى جميع المرتفقين داخل سوق الجمله. احنا المطالب ديالنا الدرجه الاولى هو مساله مشكل ديال الاناره ومشكل ديال النظافه. النظافه راه كارثه داخل سوق الجمله. الامور في جميع النواحي الحمد لله غاده في اتجاه صحيح الا مستوى ديال النظافه راه مستوى كارثي داخل سوق الجمله وخاص ضروري من تجويد مستوى ديال الاناره. لما جميع المسائل الحمد لله الامور غادي في اتجاه صحيح لا بالنسبه للبنيه التحتيه انت كتشوف التزفيت الحمد لله الزفت راه غادي امور مزيان، التنظيم ديال السوق راه غادي مزيان، يعني كاين واحد التواصل على اعلى مستوى ما بين الاداره وما بين الجمعيه على اعتبار انا شريك في عمليه ديال التاهيل ديال المرفق. كيبقى المشكل الاساس والوحيد وزعما كاين والكبير بزاف راه هو مشكل ديال النظافه. اليوم حنا راه كنعانيو منه بشكل كبير بزاف يعني لا يواكب يعني بزاف ديال التطورات اللي وقعت داخل سوق الجمله. وعندنا المشكل ديال الاناره راه ضعيف ضروري من التجويد ديالو. وكلمه اخيره انا نقول لك طلبوا الله تعالى يرفع علينا هذا الوباء يعني بالدرجه الاولى هذا هو اللي كاين. وشكرا للاخوان ديال الاصوات وجميع الطاقم. السلام عليكم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.